أهلا بكم مشاهدينا بعد ساعات من اعتذار مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي عن الترشح للمنصب. أعلن الإطار عن اتفاقه على ترشح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما يجعل من المشهد السياسي في البلاد مكتمل، فيما يرى البعض أن موافقة القوى السياسية العربية السنية والكردية على الاسم يبقى رهنا بتمريره داخل البرلمان. اختيار السوداني يأتي والأنظار تتجه إلى الحزبين الديمقراطي والديمقراطي الكردستاني طبعا والاتحاد الوطني الكردستاني لحسم مرشح الأكراد لرئاسة العراق، فلا توافق جديد حتى اللحظة. إذن مشاهدينا، في تغطيتنا لهذا اليوم نناقش كل هذه التداعيات مع ضيوفنا بعد متابعة هذا التقرير. دخل المشهد السياسي في العراق فصلا جديدا بعد المتغيرات الأخيرة التي طرأت خلال الساعات الماضية. قاسم الأعرجي يعتذر عن توليه رئاسة الحكومة المقبلة بعد تقديمه من قبل لجنة الإطار المكلفة باختيار المرشحين، فيما صوتت قوى الإطار بالإجماع على محمد شياع السوداني كمرشح نهائي لهذا المنصب. حسم جدلية هذا المنصب بعد التقارب الأخير الذي سجلته الأيام الأخيرة سينعكس إيجابا على إكمال الاستحقاقات الدستورية، وبالتالي إن المهمة ستكون أسهل، خاصة مع التسريبات التي تقترب من كونها مؤكدة بأن أحزاب الشمال اتفقت على مرشح تسوية يمكن معه تجاوز التعقيد الأكبر الذي يمثله نصاب الثلثين. ومع اعتماد الإطار الشيعي مبادئ التوازن والشراكة كركائز لتشكيل الحكومة واستعداده الكامل لتبني الحكومة واختيار مرشحه وفق المعايير المطلوبة من القضاء الوطني، فإن أزمة تشكيل الحكومة بدأت بالتحلل جزئيا، وربما يشهد الأسبوع الحالي عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره سيكلف السوداني بعد التصويت عليه في مجلس النواب بتشكيل الحكومة الجديدة. ففي رحلة البحث عن الرؤساء بعد العملية الانتخابية التي شارفت على مرور عام عليها ولم تجنى ثمرتها مبكرا، حيث وقفت الخلافات الكردية قاطعة الطريق على المضي بإكمال ملف تشكيل الحكومة، فبعدما كان من المؤمل أن يصبح النظام السياسي المشوه في البلد أمام تغيير واقع مختلف، تعرقل بمحطات النزاعات المتعددة منذ أشهر، وكانت العقبة الأخيرة هي الخلاف الكردي الذي عطل إكمال الاستحقاقات الدستورية. وكانت العقبة الأخيرة هي الخلاف الكردي الذي عطل إكمال الاستحقاقات الدستورية. أهلا بكم ومن جديد مشاهدينا، ورحب بضيوفي في هذه الحلقة أستاذ غازي كاكائي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. مرحبا بك أستاذ غازي. مهند. أستاذ مهند، حياك الله أستاذ مهند. أنا الأول أختي. سألت حضرتك قلت لك أستاذ مهند. لا، من الأول أختي محمد. أستاذ مهند جواد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي وعضنا لهذا الخطأ. أستاذ غازي كاكاي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، وابدو وياك أستاذ غازي. رحمة مو غازي يعني محمد الربيعي مو قدامك هنا بالبداية. أنا هذا خطأ بالسكرت. أستاذ محمد الربيعي. نعم. رحب بيك. خليني أبدأ ويا حضرتك. أهلا وسهلا. اختاروا السيد السوداني الكتل السياسية على ما يبدو أكو إجماع بمتابعتك لعملية الاختيار. هل يعني باختيار الإطار للسيد محمد السوداني هذا يعني أنه بقية أطراف القوى السياسية اليوم اللي تذهب لتشكيل الحكومة متفقة على السيد محمد السوداني باعتباره من الشخصيات المجربة فعلا وله يعني من التاريخ والسمعة الجيدة؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع مشاهدي قناة الأيام. تحية لأخي وزميلي أستاذ مهند وإلى ضيفك أستاذ غازي كاكاي. الحقيقة بداية نستطيع أن نقول بأن الخلافات العميقة التي تجذرت منذ حوالي 8 أشهر على اختيار رئيس وزراء الآن بدأ الحراك يأخذ طريقه الصحيح ويجي ثماره بعد أن اتفقت الكتل السياسية في الإطار، وبعد انسحاب الحقيقة بعد انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب العراقي أصبح الآن الإطار التنسيق هو سيد الموقف، وبذلك تم الاتفاق على السيد محمد الشيع السوداني، علما أن هنالك كانت 5 أشخاص مطروحة أسماءهم على تولي رئاسة الوزراء، ولكن بعد أن تم تشكيل لجنة من قبل
لإطار التنسيق لاختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة مجلس الوزراء. تم الاتفاق وبعد الانسحاب السيد قاسم الأعرجي من الساحة السياسية أصبح الاتفاق مبدئيا على السيد محمد الشاع السوداني، ونحن نعلم أن السيد محمد الشاع السوداني من الشخصيات السياسية المعروفة والذي تقلد الكثير من الوزارات إضافة إلى كثير من الدوائر الدولة. هذا احنا نؤكد عليه، يعني حقيقة موضوع يكون السيد رئيس مجلس الوزراء صاحب خبرة سياسيه وخبره اداريه، يعني هذا اللي لازم ينجمع بالشخص المناسب، اضافه الى انه هنالك بعض النقاط التي وضعها الاطار التنسيقي، الشجاعه، النزاهه، يعني هذه من المواضيع المهمه التي تجسدت في السيد محمد الشيوع السوداني والذي تم اختياره خلال هذه الفتره. هذا الموضوع مهم جدا حقيقه، ونحن نعلم ان السيد محمد الشيوع السوداني سيواجه حقيقه عقبات كثيره، لكن هذه العقبات من الممكن أن تحل من خلال. طيب نتحدث عن هذه العقبات بعد قليل أستاذ محمد، فقط يعني بعد إذنك أستاذ مهند انضمنا عبر سكاي أستاذ غازي كاكائي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. أستاذ غازي أرحب بك في هذه الساعة، وخلينا نستغل الوقت مع جنابك لأنه يعني مشكلة الاتصالات صعبة جدا. أستاذ كاكائي. نعم اسمعك، ارحب بك طبعا بالبدء. اليوم تترشح السيد السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، لكن الى الان يعني لم يتم الاختيار او التكليف حقيقة. موقف الاتحاد الوطني الكردستاني من هذا الترشح، خصوصا ان يعني المركز وعلى قوى الاطار تحديدا مقتنعة تماما بشخصية السوداني. نعم تحية لك لضيوف الكرام والمشاهدين الاعزاء. قبل كل شيء نبارك الاخوه القياده والقاعده في الاطار التنسيقي ترشيح شخصيه لرئاسه الوزراء، وتم ترحيب وتاكيد على دعم من قبل المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني للسيد السوداني. لذلك العراق يواجه تحديات كبيرة، تحديات داخلية، تحديات خارجية. إذا نتكلم عن التحديات الداخلية السياسية الاقتصادية الأمنية، لذلك لابد منا جميعا في هذه المرحلة أن نعمل على الذهاب إلى تكملة استحقاقات دستورية، وبالتأكيد جميع الكتل السياسية حريصة على الذهاب لتشكيل الحكومة سواء في إطار التنسيقي والاتحاد الوطني العزل وبقيه الشركاء في العمليه السياسيه. لذلك في هذه المرحله بالتاكيد كان مهم جدا يعني اختيار شخصيه، لكن الكل يعرف انه ربما يكون الوضع الحالي داخل الاطار الشيعي يختلف عن البيت الكردي، باعتبار كان هناك طرفين في البيت الشيعي، التيار الصدري والاطار التنسيقي، وفي اختيار حر وديمقراطي التيار الصدري اعلن انسحابه من البرلمان وابتعدوا عن الساحه، ولو يعني في نفس الوقت يهمنا راي الايجابي من سماحه السيد الصدر، لكن بقى الخلاف في البيت الكردي باعتبار منذ بدء الانتخابات 9/1 بين الاتحاد استمر الخلافات لحد هذا اليوم، ولم نستطع التفاهم على شخصية واحدة للكل. لذلك يعني منذ البداية شخصيا كنت أعتقد إذا يحدث أي انفراجة سواء داخل الإطار التنسيقي لاختيار شخصية سينعكس إيجابيا في الكلية. يعني باعتقادي لربما هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، إذا تم تحديد في نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل موعد لانتخاب رئيس الجمهورية، يعني قد يجوز سيكون فترة حاسمة للاتحاد الديمقراطي ليذهبوا إلى أن يتفاهموا على شخصية لرئاسة الجمهورية. وفي نفس الوقت يعني اختيار أو حسم الملف للاتحاد الديمقراطي يختلف عن الشخصية لرئاسة الوزراء،
باعتبار يعني إذا تم تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية في عملية ديمقراطية، سواء يتفق الكل أو لم يتفقوا، يعني إذا اتفقنا مع الديمقراطي سنتفق على الرئيس كرم صالح، لأن الاتحاد يرى بأن هذا الاستحقاق استحقاق الاتحاد الوطني داخل بيت الوطني، وفي نفس الوقت يجب أن نتفق على الدكتور كرم صالح لأنه نرى بأنه في هذه المرحلة رغم التحديات الداخلية. تكلمت عن شو وقت يعني القوى السياسية في المركز تذهب إلى الحوار مع الإقليم يعني بعد ترشح السيد السوداني فيما يخص رئاسة الجمهورية، متى تبدأ الحوارات بين القوى السياسية؟ تحسم انتخاب رئيس الجمهورية فيما يخص انتخاب رئيس الجمهورية، متى تبدأ القوى السياسية في المركز بتوجه للحوار مع الإقليم مع الحزبين الحاكمين تحديدا؟ بس إذا تعيد السؤال ما افتهمت سؤالي لك أستاذ كاكائي، متى تبدأ القوى السياسية في المركز اليوم على الأقل الإطار تحديدا، متى يبدأ الحوار مع الكرد مع الحزبين الحاكمين في الإقليم فيما يخص رئيس الجمهورية؟ لازم تكون هناك حوارات وتفاهمات. يعني صراحة دائما القوى السياسية بالأخص قادة الإطار الشيعي دائما كانوا الدعم لأن يكون هناك تفاهم في البيت الكردي ونذهب لاختيار شخصية. وفي نفس الوقت يعني أيضا لا المواطن العراقي لا القادة ولا الأحزاب السياسية لا يستطيعوا الانتظار أكثر. يعني صراحة إذا لم نتفق يعني هل يقف العملية السياسية؟ هل نقف أمام تشكيل الحكومة؟ في نفس الوقت الاتحاد لا يريد أن يكون جزء من عرقلة الذهاب إلى تشكيل الحكومة، لذلك إذا لم نتفق يجب أن نحسم ملف اختيار رئيس الجمهورية في قوة البرلمان بين المرشحين. إذا تفاهمنا نتفاهم على الرئيس صالح، إذا لم نتفاهم ننافس على الرئيس صالح. لذلك يجب أن يعني مع الديمقراطي لا يوجد خيار ثالث، هناك اتفاقيات وتفاهمات سابقة. إذا عدنا على هذه التفاهمات بأن هناك أصبح هذه اتفاقيات الاتحاد الديمقراطي في قدس أصبح عرف، كما هناك عرف في بغداد الرئاسات الثلاثة تقسم بين المكونات الرئيسية الثلاثة، أيضا يعني في قدس هناك عرف أعلى منصب في بغداد هي حسب الاتحاد وأعلى منصب في الإقليم هو حسب الديمقراطي. يعني لو دخلنا إلى قوة البرلمان بمنافسين باعتبار ضربنا جميع الاتفاقيات والأعراف السياسية عرض الحائط مع الديمقراطية. نجي على الآلية بعد قليل أستاذ غازي، نتحدث عن آلية اختيار رئيس الجمهورية لو سمحت لي. أستاذ غازي عودة إلى ضيوفي في الاستوديو، تأخرنا على أستاذ مهند جواد. أستاذ مهند يعني بكل ما يحمله السيد السوداني من صفات، على الأقل هو عنده تجارب يعني في العمل الإداري والسياسي والحكومي، يعني على الأقل عنده سمعة طيبة، حتى البارحة يعني رد الإعلام من قبل قوى سياسية بخصوص ترشحه كان بشكل إيجابي والكل يعني فرح بترشح هذه الشخصية. هو بالفعل عنده مقبولية داخلية وخارجية السيد السوداني، وإذا كان بالفعل هاي الشخصية عندها هاي المقبولية الواسعة والكبيرة، لماذا لم يطرح منذ البداية يعني وخلص يكون اتفاق عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام وللضيوف الكرام. الواقع أنه الخلاف لم يكن على شخصية السوداني، ولكن كان خلاف سياسي هو على أساس شكل الحكومة وشكل العملية السياسية. يعني كان رأي التيار الصدري وحلفاء أن تكون هناك أغلبية بعيدة عن الإطار التنسيقي. طيب بالمقابل انتهت، لا على الأقل يعني بعد انسحاب التيار الصدري انتهت هذه المشكلة، احنا خلصنا من الإشكالية بعد ما انسحب. نعم انسحب. نعم التيار نعم الصدري. نعم. لماذا لم يتم الاتفاق على سيد السودان وهو موجود أصلا؟ نعم موجود، السوداني طرح قبل الكاظمي، تسمية السوداني طرحت أيام عادل عبد المهدي، يعني كان شخصية لها وزن وشخصية يعني مأخوذة في الحسبان. لذلك أنه كان هناك اعتراض من بعض القوى في الشارع وبعض القوى في البرلمان وأتت بسيناريو الكاظمي، لذلك أنه أعيد طرحه، ولكن يبقى الإطار التنسيقي لا يريد فرض شخصية على الموجودين، لذلك أنهم كانت هناك لجنة وكانت هناك مواصفات وكان هناك اختيار من بين هؤلاء الشخصيات، كان قاسم الأعرجي،
كان السيد السوداني، كان بعض الشخصيات المطروحة، ولكن السيد السوداني كانت له بعض المرجحات على الباقين، أنه القاسم الأعرجي انسحب من هذا المنصب، هذا العامل انسحب من هذا المنصب، كان أيضا مطروح اسمه في بعض الـ يعني الـ الأوقات. كل هؤلاء قدموا يعني السوداني على أساس أنه لابد أن تكون الشخصية أولا لها تاريخ جيد، وهذا لا يطعن بالآخرين. الأمر الثاني ولعله هو الأكثر، أنه يحظى بمقبولية من جميع الأطراف، وهذه المقبولية أنه له علاقات متوازنة بجميع الأطراف، وله شخصية أيضا مستقلة وقادرة على إدارة الملفات القادمة. لذلك كان اختيار السوداني هو اختيار بعيد عن كل هذه الإشكاليات، حتى لا تثير ضجة في الشارع العراقي، وحتى لا تدخل في أزمات مع الأطراف السياسية الأخرى. وماذا عن المقبولية الخارجية؟ المقبولية الخارجية تأتي من خلال المقبولية الداخلية، كما يعني يبدو لي أنه إذا كان رئيس الوزراء مقبول من العراقيين، مدعوم من الكتل السياسية، يستطيع أن يتخطى الكثير من الأزمات الخارجية، لأن الشأن اليوم عراقي، وهذا واضح جدا، أنه لا يوجد تدخل خارجي بفرض رئيس الوزراء بشكل مباشر، ولكن هناك بعض التدخلات، هناك بعض الفيوتوات على بعض الشخصيات، ولكن كل هذه خرج منها السوداني، يعني لم تكن تؤثر على ترشيحه. لذلك أنه العامل الخارجي هو عامل ثانوي في تنصيب رئيس الوزراء. تمام. عامل آخر أستاذ محمد، يعني يبقى عامل المعارضة المستمرة من قبل التيار، يعني التيار ما زال مستمر على كل أسماء تنطرح. لما تحدثنا عن شخصية السيد السوداني، هل بالفعل تم يعني على الأقل إبلاغ، إخبار، أخذ رأي التيار الصدري بترشيح هذه الشخصية؟ سيدتي الكريمة، الحقيقة يعني احنا نعرف طريقة عمل التيار الصدري وما طرحه منذ فترة طويلة بأنه المجرب لا يجرب، ولذلك يعني نحن نقول بأن المجرب السيء والمجرب الفاشل يجب أن لا يجرب مرة ثانية. لكن هنالك عدد من الشخصيات من الوزراء اللي أثبتوا جدارتهم، هؤلاء يجب أن يأخذون دورهم حقيقي في بناء الدولة. فموضوع اعتراض السيد مرتضى الصدر أو التيار الصدري، أنا أعتقد سيكون هنالك لحد الآن ماكو اعتراض، لحد الآن لم عايش تفسر لنا التغريدات اللي انطلقت مباشرة بعد إعلان التغريدات. ماكو التغريدات لحد الآن ما اعترضت، مو اعتراض، ملاحظات، قد تكون ملاحظات. احنا شنو؟ لا ملاحظات في خصوص شنو؟ خصوص يعني حتى كلها التغريدات أشبه ما تكون ساخرة، يعني هناك اي هاي مع السوداني يسلم على يعني هذه الحقيقة ما تبين وجهة نظر التيار الصدري. التيار الصدري واضح، وممكن أن يعني إذا كان عنده أي ملاحظة ممكن أن يطرحها من خلال السيد مقتدى، من خلال أعضاء التيار الصدري. لكن إحنا شوف سيدتي الكريمة، الموضوع المهم الآن هو أنه نحن نعلم أن التيار الصدري بعد أن خرج من العملية السياسية وسحب الأعضاء من مجلس النواب العراقي، أصبح الآن هو ينظر إلى ما ستؤول إليه تشكيل حكومة، البرنامج الحكومي بالدرجة الأولى. يعني إحنا لحد الآن السيد محمد الشيعي السوداني لم يطرح برنامج الحكومي، السيد محمد الشيعي السوداني لم يطرح إلى الآن داخل مجلس الإطار عدة البرنامج. نعم يعني هو معد مسبقا، اي بس ما انطرح لحد الآن بحيث تكون هنالك ملاحظات عليه. يعني كل الشعب العراقي الآن ينتظر هذا البرنامج حقيقة. يعني احنا طرح اسم السيد محمد الشيعي السوداني واصبح لديه مقبولية من الاطار، من لانه نعلم ان البرنامج خدمي، يعني وتبقوا عليه الاطار ان يكون برنامجا خدميا. هذا من يطرح امام الشعب العراقي وامام مجلس النواب العراقي، هنا راح تبين اذا كانت هنالك اعتراضات. إضافة إلى أنه في يعني التيار الصدري أو أي جهة معارضة إلى السيد محمد الشيعي السوداني أو أي شخصية أخرى تبنى على أساس العمل والكفاءة. إحنا لحد الآن ما عرفنا يعني عمل السيد محمد الشيعي السوداني، رجل عدة تاريخ سياسي وتاريخ إداري، لكن عمله يعطى فترة يعني شهر شهرين ممكن ينظر إلى عمله وتنفيذ البرنامج الذي جاء به. هذه هي النقاط المهمة اللي ممكن أن يعترض عليها التيار الصدري، وأنا أعتقد يعني هو هذا السؤال أسأل أستاذ كاكائي، يعني خبرة وكفاءة ونزاهة والتاريخ
اللطيف للسيد السوداني كما تصفه الأطراف والقوى السياسية وحتى إعلاميين إحنا جاي نتابع الكل يمدح بالسيد السوداني، هذا يضمن نجاح السيد السوداني مستقبلا بإدارة الحكومة؟ سيد كاكاي والله إذا تعيديني السؤال الصوت السؤال الجنابك يعني التاريخ المهني والكفاءة اللي يمتلكها السيد السوداني تضمن نجاحه بالعمل الحكومي مستقبلا؟ هذا ضمان أنه ينجح السيد السوداني مستقبلا؟ يعني بالتأكيد أنا أتفق مع أستاذ محمد في نقطة، يعني عندما بعض السياسيين يذكرون بأن المجرب لا يجرب، لا بالعكس، يعني بهذه النقطة أتفق معه، المجرب الناجح المجرب الجيد يجب أن يعطى فرصة في ظل بأن العراق يواجه تحديات كبيرة وقلناها منذ البداية، العراق لا يتحمل شخصية جديدة أو تعطي شخصية تجربة جديدة لربما يفشل أو ينجح، لكن إذا شخصية في مسؤولية ناجحة ممكن تعطيه فرصة أخرى ليستمر في النجاحات، لذلك يجب أن لا نقتل الكفاءات العراقية، يجب أن لا يعني لربما بعض المرات المنافسة الحزبية أو بعض المرات العمل بجانب أو النظر لعمل بزاوية واحدة للمواقف والأحداث لربما تخسرنا كثيرا، لذلك يجب جميعا في هذه المرحلة في ظل بأن بعض الأطراف السياسية سواء سماحة السيد مقتدى الصدر سماحة السيد عبد العمار الحكيم الذين أعلنوا بأن لا يكونوا في الحكومة، لكن في نفس الوقت عليهم من أجل العراق أن يدعموا الحكومة لتنجح الحكومة، لأن هذه الانتخابات أتت انتخابات مبكرة وكانت فيها أهداف، يجب من أجل المواطن العراقي الجميع يدعم الحكومة القادمة، وفي نفس الوقت يجب أن تعطي مهلة للحكومة ليس مدة شهر أو شهرين تقول ماذا فعلت حكومة في ظل التحديات الكبيرة الموجودة، لذلك هذه الحكومة على الأقل لمدة سنة يجب أن تعطى فرصة ويجب أن طيب أي مسؤولية يتحملها السيد السوداني من جميع الكتل والأطراف السياسية؟ سيد كاكائي أي مسؤولية يتحملها السيد السوداني بقبول هذا المنصب؟ نتأمل سيد كاكائي أي مسؤولية نعم يتحملها؟ تسمعني؟ نعم أسمع. أسأل جنابك أي مسؤولية يتحملها السيد السوداني بقبوله هذا المنصب؟ أي مسؤولية مستقبلا يتحملها بخلاف باقي رؤساء الوزراء؟ بس إذا تعودي السؤال والله والله أنا أعرف أحكي كردي أستاذ كاكائي، يعني إذا تسمعني أي مسؤولية يتحملها السيد السوداني باعتباره قبل بهذا المنصب؟ يعني بصراحة أي شخصية عراقية عندما يتسلم أي مسؤولية أولا في ظل الوضع الحرج والحساسية الموجودة حاليا يجب أن لا نلقي اللوم جميعا على شخصية واحدة، يجب أن يكون هناك تكاتف وتكامل بين الشخصيات وبين المؤسسات الدولة، يجب أن نكون مكملين لبعض من أجل إنجاح حكومة القادمة، يعني صراحة في الفترة القادمة يعني في ظل حتى القصف الأخير تركيا للعراق واليوم في نفس اليوم موعد المؤتمر المجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، لذلك هذه التحديات الكبيرة تجبرنا أن نغادر يعني بعض المنافسات الحزبية، بعض المشاكل الجانبية، بعض الصراعات الجانبية، يجب في هذه المرحلة أن نفكر في مصلحة العراق. أي شخصية، يعني إحنا الاتحاد الوطني من البداية قلناها، أي شخصية تخرج من بيت الشيعي هو محترم باعتبار رئاسة الوزراء. يعني البيت الشيعي اليوم متفقين؟ عندك يعني معلومات سيد كاكائي؟ أو الكرد سيد كاكائي سيد كاكائي لا يدعم حكومة القادمة في ظل معلوماتك سيد كاكائي أغلب القادة الشيعية على شخصية كيف لا يدعم؟ لذلك يجب أن يدعم ويتوفر له الغطاء السياسي.
طيب البيت الشيعي اللي تتحدث عنه اليوم، يعني بمعلوماتك بالفعل تم الاتفاق على السيد السوداني فيما يخص الإطار والتيار؟ لو باكر يطلع الإطار ويقول هذا لا، السيد السوداني خرج من عباءة السيد المالكي وإحنا موقفنا من السيد المالكي كما هو، ما راح يتحدث، ما راح يحترق اسم السيد السوداني اليوم أو باكر؟ يعني الصراحة لم نسمع أي بيان رسمي لا من دولة القانون ولا أي طرف منعزل في التنسيقي بأن يذكر بأن السيد السوداني هو مرشح لكتلة للشخصية، وإنما خرج في بيان مشترك أنه مرشح لإطار الشيعي، وفي الوقت الحالي الإطار الشيعي موجود في الساحة السياسية والفرصة تشكيل حكومة أمام الإطار التنسيقي. لذلك يجب أن ندعم التوافق والتوازن اللي موجود داخل الإطار التنسيقي، يعني من أجل الذهاب لتشكيل حكومة قوية. يعني باعتقادنا يجب أن لا نبحث عن الثغرات البسيطة، لا نبحث على أشياء البسيطة بها مشكلة. لذلك حتى دور الكتل والأحزاب السياسية، دور الإعلام، دور الجميع يجب أن يتكاتف من أجل الذهاب لتشكيل حكومة قوية. يعني صراحة عندما خرجوا آلاف الشباب العراقيين في مظاهرات تشرينية وطالبوا بتوفير الخدمات، طالبوا بتأمين حياة كريمة للمواطن العراقي، لم يخرجوا من أجل تسمية حكومة، تسمية شخصية ولا آخره. كل هم المواطن في المرحلة الحالية وفي ظل بأن إذا رجعنا إلى تصريحات جميع الكتل وقادة الأحزاب السياسية، الكل كانت متفق أن نذهب إلى تشكيل حكومة قوية خدمية تكون في خدمة المواطن العراقي. لذلك في هذه المرحلة يجب أن لا نبحث عن الثغرات البسيطة، يجب أن لا نتحجج، هاي تبقى يم القوى السياسية ونتطلع بالأشياء. لذلك علينا أرجع للأستاذ مهند جواد، عذرا للمقاطعة أستاذ كاكائي، ممكن أنهم بالفعل يعني التيار الصدري فاجئنا بالساعات المقبلة ويقول لا السيد السوداني هو من يعني خرج من عباءة السيد المالكي باعتباره يعني هو سابقا يعني ضمن حزب الدعوة، هاي وحدة. ثانية شغلة ثانية يقولون انه لا خلص اصلا هو طرح الاسم السوداني هو مرفوض، لكن حتى نكسب المزيد من الوقت، هذا الإطار حتى يكسب المزيد من الوقت طرحه السيد السوداني وراح خلص، راح تكون اكو قبول ولا مو قبول وراح ياخذ المزيد من الوقت والإطار ممكن يشوف شخصية اخرى. كل شيء محتمل في الواقع السياسي، في غالب السياسة الاحتمالات مفتوحة. من كان يتوقع أنه التيار الصدري يغادر البرلمان ويقدم استقالة؟ فكل شيء مطروح، هذا أول شيء. الأمر الثاني أنه الاعتراضات التي تكون من قبل التيار أو غير التيار أنه لابد أن تكون مسنودة بأدلة ومبنية على الواقع. أنه خرج من عباءة المالكي، ما هو الدليل؟ هو رئيس كيان مستقل وله يعني عضو بالبرلمان ومرشح، يعني الناس انتخبوه، فهو لم يكن من دولة القانون بالأصل، يعني كان هو مستقل وله كيان. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر أنه كان اتفاق بين الإطار التنسيقي على أساس أنه رئيس الجمهورية، لا رئيس الوزراء عفوا، لا يكون تابع لحزب أو طرف ولا يأكل من جرف أي حزب، يعني لم يأخذ من نقاط أي حزب من الأحزاب، يكون رئيس الوزراء تابع لكل الإطار التنسيقي، يعني مرشح الإطار التنسيقي، وهذا له تبعات وإلى إيجابيات أيضا. التبعات أنه إذا فشل لا سامح الله السوداني فالفشل يكون لكل الإطار التنسيقي. الأمر الآخر إذا نجح يكون نجاح محسوب للجميع. التبعات على هذا القرار لابد يكون أنه الإطار التنسيقي يدعم بقوة السوداني حتى يكون هناك نجاحات، لأن النجاح والفشل هو عائد للجميع. لذلك أنه كانت المشكلة الأساسية عند عادل عبد المهدي أنه لم ينبثق من كتلة كبيرة ولم يكن له غطاء سياسي، أنه كان اتفاق ما بين التيار الصدري البناء وفتح، كان حسب ما أذكر اتفقوا على أساس يقدمون مرشح من غير تسمية الكتلة الأكبر. من ما سموا الكتلة الأكبر صار فراغ موجود أكو، لذلك برهم صالح
لا الان لا تختلف. لا لا تختلف. شنو برهم صالح ماكو كتله اكبر تقدم لرئيس الوزراء مباشره، قدم الزرفي. اعترضت القوة الشيعية، بس القوة الشيعية ما مسجلة أنه هي الكتلة الأكبر. هذا سبب فشل واحد من أسبابه. نعم، لذلك بعدين اضطروا يخلون محمد توفيق علاوي، وكان خطأ كبير من دولة القانون لم تقبل محمد توفيق علاوي، وأدخلت العراق في أزمة الكاظمي، لذلك هم رشحوا أزمة الكاظمي. هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر أنه كثير من الإرادات اللي كانت الموجودة الحزبية والشعبية لم توافق على المشكلة، ما لم تكن مع يعني مع عادل عبد المهدي، ولكن ما بعد عادل عبد المهدي كان السيناريو أنه لابد أن تخرج رئاسة الوزراء من الدعوة، ولكن لا تخرج من الدعوة بيد آخر مباشرة، بيد شخص قريبه هو عادل عبد المهدي، ومن ثم الذهاب من عادل عبد المهدي إلى تسليم رئاسة الوزراء إلى تيار علماني مدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وواضح كانت بدايته هي بداية تشرين، وكان كثير من الأجهزة الموجودة في الدولة وحتى هم الذين رشحوا رئيس الوزراء الحالي وأوصلوه إلى هذا المنصب. ولكن المسألة اليوم تختلف، أنه الشيعة تقدم رئيس وزراء يكون تابع لكل الشيعة مو فقط لدولة القانون، لأن كثير من الأمور مثلا في فترة من الفترات المالكي قدم قانون البنى التحتية الذي أفشل قانون البنى التحتية المجلس الأعلى والتيار الصدري باتفاق مع الأكراد، حتى لا يكون المالكي هو رئيس للوزراء بشكل مستمر ويكون له قبول في الدولة. الذي اعترض على عادل عبد المهدي بعض القوى السياسية حتى لا يعطون لعادل عبد المهدي نجاحات، ومن حتى نخلص من هذه الإشكالات. إذن لازم يتفقون كلهم. طب أستاذ محمد، يعني شنو الشخصية السوداني مستقل؟ يعني ما جاي نفهمها، يعني شنو مستقل؟ يعني محسوب على المستقلين اليوم؟ إذا ما نجح السيد السوداني مستقبلا بإدارة الحكومة، هل سيعلن هذا النجاح أو سيؤشر النجاح للمستقلين أم ماذا؟ هو شنو السيد المستقل؟ هو كان محسوب بالبداية كان مع يعني الدعوة، بعد أن سحب من الدعوة الرجل أصبح مستقل، يعني ما له علاقة بالدعوة. وبعدين من انسحب من الدعوة شكل حزب هو، والحزب ماله أيضا ويعني ولو عدد قليل، يعني هو مجموعة وياه، لكن أصبح له كيان، فمن خلال هذا الكيان أصبح هو جزء من الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي سيدتي الكريمة، إحنا علينا أن نرجع إلى الواقع قليلا. يعني إحنا بما أنه مثل ما تفضل الأستاذ محمد، الإطار التنسيقي كله قبل ترشيح محمد الشاع السوداني، ترشيحه لأنه هو رئيس وزراء، على الإطار التنسيقي أن يدعم برنامج محمد الشاع السوداني، مو يغشحه ويقول له روح اذهب أنت وربك فقاتله، ما كل شيء. لأنه الآن الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، شنو الاختلاف؟ مو أكو اختلاف اليوم بالبرنامج الحكومي، بإدارة الحكومة، بعمل رئيس الوزراء بمواصفات المحددة؟ يعني ما ممكن، يعني تعتقد أنه مستقبلا يتركون رئيس الوزراء بلا ظهر وتفشل حكومته؟ لا أكيد، وهم يعني من وضع البرنامج الحكومي، هو هذا اللي دي نقوله إحنا، اللي أريد أحب أوصله، بأنه بما أنه الإطار التنسيقي وافق على ترشيح سيد محمد الشاع السوداني ووضع برنامج حكومي، عليه أن يدعم هذا البرنامج. بالنسبة إلى الآن، يعني الشعب العراقي استبشر خيرا بأنه بعد الانسداد السياسي وبعد الأمور اللي كان العراقيين يائسين أن يتشكل حكومة حقيقة، يعني هذه كان الشعب العراقي يائس لأنه أكو انسداد سياسي، أكو خلافات كبيرة وعميقة. لكن الآن إلى الآن إحنا ما سمعنا مثلا من التيار الصدري بأنه وقف ضد ترشيح السيد محمد الشاع السوداني. وأنا أعتقد بأنه السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري وباقي الأحزاب السياسية إذا أرادت أن يمر العراق ويعبر من المحنة التي يمر بها، عليهم جميعا أن يتعاونوا وأن يعطوا فرصة للسيد محمد الشاع السوداني أن يأخذ طريقه وأن ينفذ البرنامج الحكومي. أنا أقول بأن الإطار التنسيقي عليه أن لا يضع عقبات أمام السيد محمد الشاع السوداني. لا ما راح يضع الإطار. لا في وضع تحدي صراحة. اليوم الإطار التنسيقي والقوى الشيعية اليوم راح يشكل الحكومة أمام تحدي وتحدي كبير. مخاوف. تحدي داخلي وخارجي. مخاوف الشارع. مخاوف من شنو؟ مخاوف الشارع الشارع العراقي الآن منين؟ بما أنه السيد محمد الشاع السوداني إجا من خلال الإطار، والإطار هو مجموعة من الأحزاب والكتل السياسية.
من الممكن، هذا الشارع يقول من الممكن أن يفرض على السيد محمد الشاع السوداني وزراء، من الممكن أن يفرض وكلاء وزراء، ومن الممكن يعني هذه الفرض هذا من الممكن أن يفشل. هاي الصعوبات اللي تواجه رئيس الوزراء أو مرشح رئاسة الوزراء مستقبلا زي سيد كاكاي، شنو الصعوبات اللي راح تواجه المكلف في تشكيل الحكومة سيد كاكاي؟ الصعوبات اللي راح تواجه السيد السوداني بتشكيل الحكومة. ما فهمت السؤال بالأسف. كابينة السيد السوداني شنو الصعوبات اللي راح تواجهها؟ ليش الصوت يجي شباب؟ آخر مرة أستاذ كاكاي، شنو الصعوبات اللي راح يواجهها السيد السوداني بتشكيلته الحكومية؟ قطع الاتصال مع السيد غازي كاكاي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك. ذات السؤال إليك أستاذ مهند، شنو الصعوبات اللي ممكن يواجهها السيد السوداني؟ هي فرض الوزراء على الشخص السوداني أنه لابد أن يكون هو الذي يختار الوزراء، وهو الذي يعني يكتب او يعني يضع الخطه لل شلون يختارهم؟ ليش هو يختارهم السيد السوداني؟ يعني وين يجيبهم اصلا؟ نعم هو يجيبهم، انه بس مو يفرضون عليه، هو يجيبهم اذا قدموا له. احنا بالمقابل نقول لا، نريد بالمقابل القوه السياسيه اللي عندها جمهور وعندها عمل نقصيها من العمل انه انتم رشحون وفي مال لا الله وياكم، هذا مو صحيح. بس احنا نقول انه لا تفرض وزير، انه الوزير اكو بمواصفات، هذا اللي تفرضه على رئيس الوزراء. الامر الثاني اذا اخفق هذا الوزير وحاسبته لا تعتبره استهداف سياسي. الامر الثالث انه اذا صحيح هم رشحوا وزير وكفو ونزيه، هو ايضا كان هو من ضمن الاحزاب، نفس السوداني كان من ضمن الاحزاب ويوم ترشح هو من ضمن الحزب، فماكو مشكله انه تكون حزبي. بس المشكلة أنه الحزب هو اللي صادر كل قرارات الوزير، بالمقابل الوزارة تصير للحزب. إحنا نقول أنه خلي الوزارات موجود بها الأحزاب، ولكن كل الأحزاب أنه تصب اهتمامها أنه تقدم خدمة، يعني تكون بالإطار العام لمشروع رئيس هذا الوزراء. هذا المفروض، يعني هذا المفروض أصلا من زمان يعني يصير. إحنا لكن أنا أقصد هسه أكو شغل شخصيات، أكو شغلة لازم نفصل، شغلت من زمان وشغلت هسه. تمام، لا هسه خلينا بالاختيار شغلت الشخصية. شغلت من زمان، لأن الوضع العراقي الآن أنه نجاح محمد السوداني نجاح يؤدي إلى إنقاذ العراق، فشل إلى دمار العراق. لعله هاي قبل فترة دولة سيرينالك الواقع المفروض تعيها، المفروض تعيها أنه مثل ما أحد الدول أنه هج المجتمع على الوزراء وطلعهم من البيوت وطرتهم، هذا السيناريو الموجود راح يصير بالعراق. أيوة الدليل الإطار يعني أخذ نعم. مدة طويلة يعني نعم. في مفاوضات دخل مع يعني مناقفات مع التيار الصدري، والتيار الصدري انسحب، هذا كل الإطار يتحدث عنه. يقول أنا بالنتيجة أريد حكومة قوية ما تفشل مستقبلا. نعم هو هذا المفروض. فإحنا نقول أنه لازم أول شيء يغادرون عقلية قضية المحاصصة من أجل المنفعة، خل المحاصصة من أجل الخدمة، هم من حقهم هم موجود، من حق أنا تكون لي وزارة أقدم بها خدمات، بعدين أنا أرشح للانتخابات ويكون عندي حضور، لأن أنا عندي جمهور أريد أقدم له خدمات. بهذا الإطار بعيد عن استثمار الوزارات. تمام. ما تبقى من الوقت معك أستاذ محمد، يعني شنو شلون راح أصير المحاصصة بهذه التشكيلة الحكومية القادمة؟ عندنا تيار استبعد نفسه تماما او انسحب بإرادته تماما، بعد من القوى السياسية راح تمارس ضغوطات على السيد السوداني بتشكيلته الحكومية وتفرض عليه اسماء، نحدث عن الكرد عن السنة، لو الإطار نفسه اللي هو رافع شعار الخدمة ورافع شعار المرحلة الجديدة. هي الخلافات، اكو خلافات داخل الأحزاب الكتل السياسية اللي خارج الإطار التنسيقي او الإطار الشيعي اللي هي الأكراد والسنة. الحقيقة الآن السنة أيضا بيناتهم خلافات على الوزارات، يعني من يأخذ هذه الوزارة ومن يأخذ تلك الوزارة، وهذا طبعا شيء غلط. يختلفون براحتهم، بس يختلفون المرشح اليوم، هذا الاختلاف يقع على وبال على الشعب العراقي، يعني أي اختلاف على وزارة هو راح يأثر على الشعب العراقي. احنا ليش نقول السيد محمد الشاع السوداني عندما سيتقلد
وبموافقة الأحزاب والكتل السياسية جميعا وليس الإطار، لأنه الآن الإطار مثل ما قلت أنا الإطار رشح راح يدخل مجلس النواب، قد تكون هنالك اعتراضات من قبل الأكراد، قد تكون هنالك اعتراضات من قبل السنة على اختيار محمد الشاع السودان، وهذا راح يرجعنا المربع الأول. نعم الآن الأكراد قالوا احنا قد على لسان البرزاني قال قد نكون احنا الثلث المعطل اذا لم ناخذ حصتنا او لم يكن هنالك اتفاق على الوزارات راح نرجع. هذا يعني هذا شعاع الامل راح ينطفي داخل البرلمان اكيد 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 يعني احنا هذا الموضوع الشعب العراقي الان الشارع العراقي متفائل، لكن احنا هذا التفاؤل يجب ان يترجم داخل البرلمان. يعني احنا نعرف احنا الاطار مو وحده هو اللي هو صاحب الصوت، اكو الجانب الكردي، اكو الجانب السني، اكو مستقلين ايضا مو منضويين ويا الاطار، لكن احنا نقول بما انه العراق الان يمر بوضع غير مستقر، وضع سياسي خطير جدا، على الاحزاب جميعا ان تتفق على ان يمرر السيد محمد الشاع السوداني من خلال تمرير رئيس الجمهورية والاتفاق على رئيس الجمهورية حتى نحضر بالبلد إلى برلمان. الجلسة إذا ما فشلت شنو الوضع يكون؟ راح ينحل البرلمان وممكن أن نكون فقط في الجلسة المقبلة؟ أي نعم. إذا ما حنحسم الأمر؟ أكيد. يعني راح نوصل إلى المرحلة الحاسمة بهذه أكيد الجلسة. نعم. إذا ما صار اتفاق وتم التصويت على سيد محمد الشاع السوداني راح ينحل البرلمان بنفس الجلسة لو يحلون جلسة لا وأكيد يعني مو بنفس الجلسة، جلسة ثانية راح يحل نفسه. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الربيعي المحلل السياسي، شكرا لحضورك معنا. أستاذ مهند جواد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، شكرا لك أستاذ مهند. أيضا شكر جزيل أستاذ غازي كاكاي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كان معنا عبر سكايب. شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.